مشاهدينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان، اهلا بحضرتك. من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالامس والخاص باعفاء بعض واردات الذهب من الضريبه الجمركيه لمده 6 شهور، في تساؤلات كتير بتدور في الاذهان، منها ما يتعلق بتاثير القرار على سوق الذهب وعلى الاسعار، ومنها ما يتعلق بايه المسموح وايه المحظور للي عايز يشتري ذهب من بره. خلونا خلال هذه التغطيه نركز على الزاويه دي ونعرف ايه شكل او اليات الطبيب وايه اللي بيقوله القانون فيما يتعلق بدخول الذهب من المطار. هيجاوبنا على كل التفاصيل دي استاذ احمد مصطفى، مدير مكتب اليوم السابع بمطار القاهره الدولي. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك واهلا بالساده المتابعين اليوم السابع. اهلا بيك. طيب علشان الناس تكون فاهمه وما تقعش محظوظ، ببساطه معنى القرار الصادر بالامس معناه ايه؟ معنى القرار الصادر بالامس ان القرار الصادر من الدوله امبارح كان بعد مناشدات كثيره وبعض مطالبات مع زياده اسعار الذهب الغريبه شويه على السوق المصري، وغاضب الى ذلك زياده كميه معادلات التهريب والطرق الملتويه المختلفه للخروج باكبر قيمه استفاده ماليه للبعض على حساب وضعيه الاقتصاد المصري. تمام. عايز اكد لك ان الكلام امبارح اتكلم على الجمارك وعلى الرسوم. الجمارك والرسوم، خلينا في البدايه نقول ان كان اللي داخل بذهب والذهب ده هيتجبرك منه كانت الرسوم بتاعته كام؟ كانت الجمرك والرسوم 24%. كويس؟ 24% على الوزن بتاع الذهب اللي داخل. 24% من القيمه الماليه. تمام. من الوزن. تمام. القيمه الماليه بتاع الفاتوره. تمام. كويس؟ هنا كانت طبعا الجمارك سواء الضريبه الجمركيه او الرسوم اتشالوا، وبالتالي اللي تبقى اللي هي القيمه المضافه، دي موجوده في كل في غالبيه الدول وعندنا من المطبق برضه، ودي بتبلغ 14%. هنا عشان الاخوه القادمين من الخارج رجاء تحتفظوا بالفواتير بتاعتكم ما تتخلصوش منها، لان الراجل لما بيجي يحسب بيحسب بناء على الفاتوره اللي انت جايبها معاك. طب انا رميت الفاتوره او حبيت ان انا اتذاكى او ان انا ما اعملش، فهيبدا يحسب بالاسعار اللي موجوده فين؟ الاسعار طبيعي اللي موجوده صح في مصر. كويس؟ فدي هتفرق معاه. يعني لو ما فيش فاتوره هيحسب بالسعر اللي موجود في مصر. اكيد هو هيسعر على اي اساس؟ 50 جرام، 100 جرام، 200 جرام. وخلي بالك ان الاعفاء طبعا لما ادانا الكلام اللي اتكلم امبارح لغايه الصور، طبعا القرار هيطلع وهيطبق ثاني يوم بناء على مصادر جمركيه اليوم السابع، ان هتطبق من ثاني يوم من نشره في الجريده الرسميه يتم العمل بالقرار. خليني ااكد لك على حاجه هنا. الفصل عندنا في ايه؟ الفصل عندنا في الافصاح. لازم وانا جاي من بره انا معايا ذهب بقول معايا ذهب، لو اتسالت من مامور الجمرك معاك حاجه تاني؟ معايا حاجات تانية. من ضمن الحاجات برضو اللي حابب ان انا اتكلم فيها، اذا كانت الراكبه المصريه زوجة حضرتك او اختك او بنتك جايه من الخارج، هي ليها مشغولات ذهبيه الحي الخاص بيها، ده بعيدا كل البعد عن القصه بتاعت الجمرك. تمام. ده انا لابسه الكوليه بتاعي، لابسه الانتيال بتاعي، لابس حاجه زي كده، فالموضوع خلاص مختلف. يعني انت كويس انك بتوضح النقطه دي. تمام. دي حاجتك. طيب اذا كانت عندنا شخصيه سيده مثلا سيده اعمال او دكتوره في الجامعه او موظفه في اي مكان ومسافره ماموريه سواء اي دوله في الخارج، في الخليج مثلا، في اوروبا او في امريكا، وانا عندي علبه مجوهرات يا ابو حميد معايا، او الست دي ظروف شغلها كده او وضعها الاجتماعي، انا مسافر اعمل ايه؟ بروح في السفر وبطلب مامور الجمرك في صاله السفر المطار، وبثبت عنده على الثماره ان انا معايا 2 خاتم الماس، معايا كوليه، معايا طقم، مش عارف ايه الحاجات دي، واحتفظ بالصوره دي معايا وانا راجع عشان ما حدش يسالني على الحاجات دي. وريله نفس الورقه اللي انا بالظبط الورقه بالحاجه اللي موجوده المدونه بيها. برضه الامر ده بينطبق معايا كاميرا مثلا، طواقم التصوير المختلفه، الكاميرات اللي هي عاليه المستوى والجوده هي بمبالغ ضخمه. برضه اللي معاه لابتوب مثلا محدد. لا خلينا نركز على الذهب بس يا احمد في هذا التطبيق، خلينا نركز على الذهب. طيب انا عايز اسال بس حاجه كده جت في بالي وانت بتتكلم على الذهب، لما انت قلت لو حد بيتذاكى وموضوع ان هو ما يبقاش معاه فاتوره، لو ما معهوش فاتوره برضه هيبقى اللي معفى منه كل حاجه ما عدا ضريبه القيمه المضافه برضه، ولا وبتحسب بالسعر المصري برضه ضريبه القيمه المضافه؟ القيمه هو امبارح قرار مجلس الوزراء والبيان الصادر على القيمه المضافه. انا معيش فاتوره وداخل بذهب،
ومش مش ما فيش فاتوره معايا، برضه هتحاسب على القيمه المضافه بس بسعر السوق المصري، مظبوط كده؟ انا فاهم صح؟ يعني انا فاهم صح، علشان بس الساده المشاهدين يفهموا. تمام، انا عايز امتى يكون موقفي مظبوط وانا داخل بدهب، وامتى اقع تحت المساءله القانونيه وتتحسب قضيه؟ هل لو ما افصحتش زي ما انت قلت بس هو ده السبب الوحيد، ولا في اسباب تانية؟ لا بالظبط كده، انا داخل مثلا حضرتك معاك حاجه، لا معيش، طب اتفضل، بان عليا الارتباك، حصل اي موقف، يقول الجمرك المدرب طبعا، فبيجي بيقول لي طب بعد اذن حضرتك حاجتك على الاكتري، هذا البادي سكان عشان لو في حاجه كده، وربما اذا تزود الامر عنده شك من حقه ان هو يصاحبني بغرفه معدل هذا هي غرفه التفتيش الذاتي، طلع مني سبيكه 2 3 10 20 اي حاجه مثلا معايا ذهب، انا بيتعمل لي محضر ضبط جمركي معايا، حتى محضر الضبط الجمركي كده ده بيوقعني تحت قاعده القانون ان انا راجل مهرب. كويس، في ناس كتيره بتفتكر هل الامور دي بتتصادر بتتعمل لا، احنا بعد كده بيحصل اسمها ان احنا بناخد اجراءات التصالح، بس التصالح ده بيبقى مع ايه؟ ايوه، التصالح بيبقى فيه غرامه غير الجمرك اللي بيقدر، خلي بالك الجمرك احنا في الاول كنا بنتكلم على 14% وقبل القرار كان 24%، تمام، لا اما بتمسك بيحسب غرامه مضاعفه حسب التقدير بتاع رجل الجمارك. اذا كنت انا راجل راجل متعهد التهريب، راجل قلت كده، فعشان كده احنا بنقول الافصاح وراجل بتاع الجمرك ده مش واقف مستنيك عشان يقلبك زي ما الناس بتتكلم في السوشيال ميديا، لا ده راجل واحد موظف مصري مهمته وشغله اوكل اليه ان هو اقتصاد البلد ده دي منه انا ده اللي المفروض الناس يفهموه فعلا. فبالتالي هو الراجل بيأدي عمله، هو اختي اللي موجوده واختك وزوجتك وابنك وكل الناس كلها، واتفرج عليهم بنات في قمه التعامل وذوق الاحترام، لكن في حاله ايه؟ اذا انا ابديت، انما ما بقاش انا مسافر ثلاث اربع ايام وراجع بكيلو ونص مشغولات معرفهم والتكاتين موبايل ومعرفش ايه، واجي في الاخر عايز ان انا كمان اعدي بيهم غير ما ادفع ضريبه قيمه مضافه. لا ده بيبقى هنا العقاب مضاعف زي ما بنقول كده. بس نص دقيقه من وقتك. لا اتفضل. اخواننا المتابعين عشان تعرفوا القرار صدر امبارح بيان بتاع مجلس الوزراء. دون بيان مجلس الوزراء من القضايا تقريب برضه سبايك اللي حاططها في بطن المؤاخذه الجزمه واللي حاططها جوه بره. طب ده يا استاذ احمد تهرب من ايه؟ تهرب برضه من القيمه المضافه بس من ضريبه القيمه المضافه من ال 14%. انا مش عايز اكتب حاجه ليه؟ عشان السبيكه ال 50 جرام مثلا اما بجيبها من دبي على سبيل المثال تمام وارجع هنا في بطن او ال 100 جرام انا بدخل باخد ال 50 جرام دول بيطلع لي حوالي 58000 جنيه اوفر. فلو دفع منها ضريبه قيمه مضافه فال 58000 دول هيقلوا عليه، فهو طمعان في ال 58000 مفهوم. يعني تخيل مثلا وصلت المرحله من كام يوم ان احنا جبنا الذهب، سيحنا الذهب، الناس اللي جايه من بره وطبوه مكان الفيزا الكريدت بتاع البنك. كنا ناشرينها عندنا هنا في اليوم السابع. طب انا عايز اسال يا احمد فيما يتعلق بالكميه برضو علشان اوضح للساده المشاهدين، هل في كميه معينه مسموح الدخول بيها وكميه لا؟ هل في انواع سبائك معينه مسموح بيها الدخول وسبائك لا؟ احجام او من السبائك واحجام تانية لا؟ البيان امبارح اتكلم عن الذهب المشغول ونصف المشغول، اتكلم عن الفلي واتكلم عن بعض السبائك اللي كده. الكميات برضو اللي الناس برضو بتتكلم فيها، ما هو ما ينفعش انا ابقى جاي كراكب عادي بشتغل اي محاسب بره او اي حاجه وجايب معايا 2.5 كيلو. ما هو مفيش كده، ده ما تقوليش ان ده حاجه خاصه. يعني ده تقدير لا. مين؟ لا ده تقدير الناس. ده هيبينها كمان برضو المنصور اللي هينزل او سوري الصيغه التنفيذيه للقرار. 150 جرام امبارح، كويس؟ ال 150 جرام، وخلي بالك احنا برضو بنقول عندنا حاجه تاني. اتفضل. برضه لازم الناس تبقى عارفاها، عندنا لو انت نازل معاك بنتك حضرتك او المدام. دول لا برضه لابسين ذهب خاص بتاعهم. تمام. كويس نركن جوده، انا عندي حاجه اسمها المسموحات. انا بطيل. لا 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 ده مهم جدا، انا مهم جدا ان انا اسمع الكلام ده. المسموحات هي ما قيمته 15000 جنيه ذهب، 15000 جنيه الحاجات الهدايا اللي انت جايبها. جايب معايا شاشه بتاع التلفزيون مثلا من بره، جايب معايا في جهاز الكتروني، جايب معايا حاجه للبيت. مرفق معاهم فواتيرهم؟ غير مرفق معاهم فواتيرهم ما بيفرقش، بس الفكره في ايه؟
انت عندك 15000 جنيه هدايا انت جايبها ما بتدفعش عليهم اي جمارك خالص. تمام. عشان الناس اللي بتقعد تتريق هتقول لك ده انا جاي انا ناقص ياخدوا مني جمرك على الهوا اللي انا بتنفسه جوه ضغط المطار. مش طبعا. هو الراجل مش متربص، رجل الجمرك ليس متربص بالراكب المصري. هو الراجل بيأدي شغله وبيعمل اللي عليه بس. لا انا عندي سؤال معلش عشان برضو اللي بيسمع برضو يبقى هيبقى نفس السؤال اللي عايز اساله ده انا هساله، ال 15000 جنيه شاملين الذهب؟ لا مش شاملين الذهب. مش شاملين الذهب. مش كاملين الذهب. تمام. كويس. ال 15000 جنيه عشان نكون واضحين برضه، ال 15000 جنيه ذهب بالسعر بتاع الذهب انت بتتكلم مش هيجيبوا اي حاجه. لازم مواد. تمام. مهمة. احيانا بعض الناس بتصفي عملها في الخليج او بره وتبقى نازله. بالظبط. عنده شاشات تلفزيون، عنده ما اعرفش كيتشن، عنده غساله، عنده بقى فخمة راكب ممكن تجيبها معاك في الطياره وبتدفع لها حاجات ان هي مستعمله. الحاجات دي بتبقى بلاليم اذا قورنت بسعر الحاجه اللي انت جايبها دي. بلاليم لا تذكر يعني. فعشان برضه الناس خدمه باستماله بنقول لهم ان ممكن انت تعمل ده وتجيب معاك الحاجه دي. تمام. شاشات اقل من 43 بوصه مستعمله بتدخل في الغالب بدون جمارك. خلينا زي ما قلت لك احمد بلاش الحاجات دي كلها، نمسك في الذهب، خلي التغطيه دي عن الذهب بس. تاني ماشي وفي. ايه الكميه المسموح بيها؟ هل في كميات معينه؟ هل في سبائك تدخل وسبائك كبيره؟ لا. هل كله يدخل؟ ايه اللي يدخل؟ كميات ايه؟ سبائك ايه؟ اتفضل. الكميات احنا بنتكلم في 150 جرام. 150 جرام دي الكميات المسموح بيها، اكتر من كده لا. ولا اكتر من كده تبقى 24%؟ لا اكتر من كده. اكتر من كده يطبق عليها 24%. تسمح لك بالكميه دي. مسموح لي ب 150 جرام. 150 جرام. ده بناء على الكلام اللي اتقال، واحنا برضه مستنيين ايه؟ اللي تطلع الصيغه التنفيذيه. تمام. كويس. فعايز اقول لك برضو يعني السبايك سبيكه 50، احنا بنتكلم برضو 150 جرام. لو قلنا كل سبيكه فيهم 50 فثلاث سبايك ب 150 السبيكه، لو ال 50 جرام مثلا لو قلنا اما نضرب، لو قلنا ال 50 جرام دي مثلا في 2000 جنيه فانت بتتكلم برضو رقم يختلف. اخيرا يا استاذ احمد، ايه اللي بتنصح بيه الناس اللي جايين من بره؟ انا نصيحتي لاي حد جاي من بره عليك في الافصاح. الافصاح ده هيشيلك تحت طائله اي حاجه قد تضر بيك او في شغلك او الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت تعامل مع الرجل الجمرك، بلاش التحفز وبلاش فكره انا انت مش عارف ايه، احنا بنحصل فينا في مصر هنا. هو بيؤدي عمله بس، ده اللي انت عايز توصل. طب بيؤدي عمله وراجل في افضل الحال يعني. ايه المنتظر من اللائحه التنفيذيه اللي انت بتقول عليها يا احمد للقرار بتاع قرار مجلس الوزراء؟ هتوضح كل حاجه، هتوضح كل حاجه مثلا ايه اللي هيشملها. طبعا اكيد انا بقول لك برضو اكيد هيشملها اللي هو النوعيات اللي داخله المشغوله. خلي بالك برضو البيان امبارح لو انت قريته تفصيلا اتكلم على ابنها ان في بعض مشغولات ذهبيه فيها احجار كريمه دي عالية الثمن، دي لا يشملها القرار. يعني ما بيكتبش لا يشمل الأحجار الكريمة. برضه يشمل المشغولات الذهبية. مفهوم. سواء مشغولة أو نصف مشغولة. مفهوم. ده المفروض إن هي اللائحة التنفيذية دي تنزل إمتى أو يتم تفعيلها إمتى؟ إحنا في انتظار عشان بس. في انتظار. نشر القرار في الوقائع المصرية الجريدة الرسمية وثاني يوم يطلق على طول. تمام. احمد مصطفى مدير مكتب اليوم السابع بمطار القاهره الدولي، بشكرك شكرا جزيلا وشكرا على معلوماتك يا احمد، شكرا جزيلا. دي كانت كل تفاصيل توضيح معنى قرار اعفاء بعض واردات الذهب من الضريبه الجمركيه لمده 6 شهور للقادمين من الخارج، ردا على البلبله والاحاديث الكثيره الغير مستنده على معلومات صحيحه، فاحنا حبينا نوضحها لحضراتكم من تلفزيون اليوم السابع. بنشكركم على المتابعه والى اللقاء.